السلام عليكم ورحمة الله مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من زوايا الحدث نخصصها لمناقشة آثار حرب الميليشيا على المدنيين في مناطق المواجهات. اتهمت المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بشكل واضح الحوثيين باستخدام المدنيين دروعا بشرية في مدينة المخاء، وقالت المفوضية إن الحوثيين حذروا المدنيين من مغادرة منازلهم وأطلقوا الرصاص باتجاه العائلات التي حاولت الفرار من المدينة. وذكر المفوض السامي لحقوق الإنسان زيد رعد بن الحسين في جنيف أن المدنيين حوصروا وتم استهدافهم خلال القتال في المخاء، وهناك مخاوف حقيقية من أن يعيد الوضع نفسه في الحديدة. وذكرت المفوضية أن هناك عجزا في إيصال المساعدات الإنسانية إلى مناطق المواجهات رغم بحثها المستمر مع أطراف الصراع. نتوقف عند هذا الخبر لنناقشه في محورين: كيف يمكن تجنيب المدنيين مآسي الحرب، وما هو الدور التابع للمنظمات الدولية في حماية المدنيين؟ قبل النقاش نتابع هذا التقرير. هل كان العالم ينتظر عامين من الحرب ليرى جرائم ميليشيا الحوثي وقوات الرئيس المخلوع ضد اليمنيين؟ ربما يبرز هذا السؤال بعد انقلاب على النظام وتقويض مؤسسات الدولة ودفع الجماعة الانقلابية بآلاف الناس إلى محرقة الحرب، إما أولئك الذين زجت بهم في صفوفها أو من تمنعهم من مغادرة منازلهم واستخدامهم دروعا بشرية. وبين هذا وذاك تشن الميليشيا حملات اختطافات لمناهضيها وحلقات متتالية من جلسات التعذيب التي تنتهي إما بالموت أو الإعاقة. عقب كل هذه الانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي، انتهجت الجماعة الانقلابية طريقة جديدة للجريمة، كما حصل في مدينة المخا حيث ذهبت إلى محاصرة العوائل في المنازل واستخدامها دروعا بشرية، ومن فكر بالخروج تعرض لإطلاق النار من فرق القناصة. الأمم المتحدة التي كشفت عن أن الحوثيين استخدموا المدنيين دروعا بشرية لم تخفي قلقها الشديد إزاء هذا التطور الخطير. وذكر روبرت كولفيل المتحدث باسم المفوضية في جنيف أن المدنيين حصروا وتم استهدافهم خلال القتال في المخا، محذرا من مخاوف حقيقية من أن يعيد الوضع نفسه في مدينة الحديدة إلى الشمال من مدينة المخا التي ربما ينتقل إليها القتال قريبا. وفي الإطار أعلنت مفوضية شؤون اللاجئين الأممية أن ما يزيد عن 30,000 شخص فروا من المناطق الساحلية والداخلية غرب محافظة تعز نتيجة اشتداد القتال. حياكم الله مشاهدينا الكرام من جديد، وفي هذه الحلقة أرحب بداية مع وزير الإدارة المحلية رئيس لجنة الإغاثة الأستاذ عبد الرقيف فتح. معالي الوزير مساء الخير. أهلا وسهلا، مساء النور. أهلا ومرحبا بك معالي الوزير. ربما الحال لا يخفى على أحد في مدينة المخا، مناطق مواجهات، المدنيين يستغيثون، الأمم المتحدة حذرت من ذلك. أنتم كحكومة شرعية واجبكم ودوركم أمام المدنيين في هذه المديرية. شكرا جزيلا. أولا دعني أقدم الشكر لمنظمات الأمم المتحدة الذي لأول مرة تصدر مثل هذه البيانات وتفضح ميليشيا المخلوع لعبد الله صالح وحلفاء الحوثيين حول استخدام المدنيين كدروع بشرية. ونحن أيضا نؤكد ليس فقط دروع بشرية، ولكن أيضا تمنع عن المدنيين الغذاء والدواء كما حصل سواء في المخاء أو في محافظة تعز بصورة عامة. ونشجع منظمات الأمم المتحدة لأن تتعامل مع حقها وفقا للقوانين الدولية واتفاقيات جنيف الرابعة التي تعطيها حق إدانة أي طرف يستخدم الكتل البشرية أو يمنع وصول الإغاثة. نحن كحكومة بدأنا مبكرا بالتعاون مع أشقائنا في دول التحالف لتحريك عدد من القافلة الغذائية. الهلال الأحمر الإماراتي بدأ مبكرا، مركز الملك سلمان وزع بالأمس 10,000 نحاول من خلال التحالف أيضا أن نوجد منافذ آمنة للمدنيين وإخراجهم من المدينة. الإشكالية الرئيسية الآن أخي العزيز هو موضوع الألغام. هناك زراعة ألغام في كل أنحاء مدينة المخا. معالي الوزير، معالي الوزير قبل الحديث إزالة هذه الأشياء، نعم اسمح لي معالي الوزير، الإشكالية الرئيسية أن هناك ألغام متعددة الأنواع، نعم ألغام بشرية وألغام دبابات. نعم معالي الوزير معذرة على المقاطعة، ولكن معالي الوزير
معالي الوزير، معذرة على المقاطعة، قبل الحديث الآن عن الألغام ونزع الألغام، هناك من المدنيين من يموتون في بيوتهم من عدم وصول أي مساعدات إغاثية لهم، هناك من تستخدمهم الميليشيا دروعا بشرية، المخا الآن باتت تحت سيطرة الشرعية، ما الإجراءات العاجلة لإنقاذ هؤلاء المحاصرين والتي تتخذهم الميليشيا دروعا بشرية؟ أولا المخا الآن تحررت بالأمس، إحنا الآن حركنا كما أوضحت طائرات الإغاثية متعددة سواء من خلال مركز الملك سلمان أو من خلال الهلال الأحمر الإماراتي أو الجهات الإغاثية التي بدأت تتحرك، لكن أيضا هناك محاذير أخي العزيز، لا تستطيع سواء منظمات الأمم المتحدة أن تتحرك بحرية داخل مدينة البخار نتيجة الألغام، فالألغام إشكالية علينا أن نوضحها العالم، وعليكم كإعلاميين أيضا أن توضحوا هذه المشكلة التي تتعارض مع كل القيم والقوانين الإنسانية. نحن لدينا خطة متكاملة لإغاثة المخا بالتعاون مع دول التحالف ومفوضية الثانية لشؤون اللاجئين وعيد المنظمات الدولية. نعم، إذا هذه المساعدات التي تتحدث عنها معالي الوزير، هل يمكن القول فعلا بأنها وصلت إلى المستحقين في مدينة المخا؟ بدأوا يلمسون أي معونات إغاثية تصل لهم؟ من المؤكد هناك تقارير، إذا اطلعت أنت على عدد من المواقع نشرت بالصور والفيديوهات وهي تؤكد توزيع مركز الملك سلمان 10,000 سلة غذائية للمنطقة المسمى بالنقيدة، وهي من مناطق المخال الهلال الأحمر الإماراتي، وزع وأصدر تقارير واضحة. نحن نؤكد بأن المشكلة كبيرة وقد لا نستطيع التغذية بصورة كاملة بصورة عاجلة، لكن لدينا خطة متكاملة بإذن الله سنصل إلى جميع أهلنا في مديرية المخال. نعم، نسبة ما قدمتموه معالي الوزير للمدنيين الآن من معونات إغاثية بماذا تقدر؟ نحن الآن ما نقدر نقدر لأنه حاجة كبيرة، لكن 10,000 سلة غذائية ل10,000 أسرة بواقع خمسة أسر في كل أسرة تمثل أكثر من 50,000 فرد، وهذا الهدف الأول. الهلال الأحمر الإماراتي وزع أكثر من 50,000 سلة غذائية. أنا أقول لك العزيز، الإشكالية الرئيسية ليس في توفير المواد ولكن في الوصول إلى الناس بصورة عامية. نعم، معالي الوزير، سؤال أخير فقط، كيف يمكن لكم أن تكونوا حكومة شرعية ومعنيين بالاستفادة من هذا القرار من قبل أو الذي أصدر عن الأمم المتحدة الذي يتهم فيها الميليشيا باتخاذ المدنيين دروعا بشرية من أجل الضغط على الميليشيا للإفراج عن المدنيين وفتح منافذ آمنة لإيصال المساعدات الإغاثية لهم أو فتح مجال وطرق آمنة للذين يريدون أن يغادروا منازلهم الذين هم محاصرون فيها؟ نحن ندعو من خلالكم من جميع القنوات من خلال كل الجهات العالمية بأن يتحول هذا البيان إلى إجراءات عملية يدين هذه الميليشيات ليس فقط في المخاء ولكن في البيضاء، في سعد، في مارب، في الجوف. نتطلع من منظمات الأمم المتحدة بأن تبدأ خطوات جادة لإصدار إدانات واضحة ومحاكمة من يستخدم البشر كدروع بشرية في مثل هذه المعارك. معالي وزير الإدارة المحلية رئيس لجنة الإغاثة الأستاذ عبد الرقيب فتح، شكرا جزيلا لك، وينضم إلينا الآن من صنعاء المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر عدنان حزام. مساء الخير أستاذ عدنان. مساء النور أخير. اهلا ومرحبا بك استاذ عدنان، اصدرتم بيان جديد، اهم النقاط التي ركزتم عليها في هذا البيان. اعتقد كان بياننا واضح حيث دعونا فيه جميع الاطراف الى تجنيد المدنيين وعدم استهدافهم سواء في المخا او في الحديده او في تعز او في المناطق التي تشهد قتالا خلال الايام الماضيه. كذلك دعونا جميع الاطراف الى تسهيل عمل المنظمه الانسانيه وتمكينها من الوصول الى المتضررين وتقديم العون الانساني لهم. نحن نراقب الوضع حاليا ما يحدث في المخا وغيرها من المناطق، نحاول من خلال تواصلنا مع أطراف السرع أن نقدم ما يمكن تقديمه من إغاثة المدنيين الذين عاركنا في هذا القتال. نعم، هل تم السماح لكم أستاذ عدنان أنتم في الصليب الأحمر وهي منظمة دولية بدخول المخا تقديم اللازم للمتضررين في هذه المديرية؟ كما قلت، نحن في حوار دائم ومستمر حتى اللحظة مع جميع الأطراف ومستعدين لتقديم العون عندما يتوفر لنا المنفذ الآمن لإدخال المساعدات أو كذلك عندما نستطيع الوصول إلى المتضررين. من يقف حاجز أمامكم لتقديم أي معونات للمتضررين هناك؟
كما قلت لك يا أخي الكريم، نحن مستعدون ونحن من خلالكم نعلن رغبتنا كمنظمة إنسانية إلى أطراف السرع أن نحن مستعدون إلى تقديم العون عندما تتمكن، عندما نحصل على الظروف على الضمانات الأمنية للوصول إلى المتضررين. نعم، ربما السلطة الشرعية والحكومة الشرعية، وكان قبل قليل معنا معالي الوزير ودعا المنظمات الإغاثية بأن الجهات الشرعية مستعدة لتقديم أي تعاون لجميع المنظمات لزيارة البخا وتقديم اللازم. هل هناك نفهم بأن هناك تمنع من قبل الميليشيا بدخول أي مؤسسات أو عفوا منظمات عاملة في هذا الحقل لإغاثة المدنيين؟ نحن نرحب بأي تفاهمات أو أي دعوات لنا ولغيرنا من المنظمات الإنسانية إلى تقديم العون الإنساني، ولكن في الواقع المسألة ليست بسيطة للوصول إلى مناطق الصراع، كما ذلك يحتاج إلى تنسيق مع جميع الأطراف، كذلك إلى ضمان سلامة وحياة زملائنا الذين يصلون إلى المنطقة ويقدمون المساعدة. نعم، إذا ما تم السماح لكم أستاذ عدنان وتم دخولكم إلى مديرية المخا، وبحسب إطلاعكم ومتابعتكم لما يحتاجه المدنيين، أبرز الاحتياجات الضرورية لهذه المدينة والمناطق المجاورة لها ما هي؟ أعتقد أبرز الاحتياجات هي الأمان، وما يمكن أن نقدمه كشيء أولي هو تقديم المواد الغذائية وكذلك المواد الطبية. نعم، إذن أستاذ عدنان أشكرك جزيل الشكر، المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر، كنت معنا عبر الهاتف من صنعاء. مشاهدينا الكرام، أيضا ينضم إلينا الآن من تعز المحامي توفيق الشعبي. مساء الخير أستاذ توفيق. إذن إلى أن يجهز الأستاذ توفيق، بالتأكيد هناك أزمة إنسانية في مديرية المخا، الميليشيا بحسب الأمم المتحدة تتخذ من المدنيين دروعا بشرية في هذه المديرية التي تم تحريرها مؤخرا من قبل قوات الشرعية. المنظمات الإغاثية تحاول الوصول وتقديم اللازم والمعونات للمدنيين، لكن الميليشيا تقف حاجز وعائق أمام تقديم أي معونات لهؤلاء المتضررين. الميليشيا ربما أيضا منعت حتى الأسر التي تريد مغادرة منازلها من أجل أن تبقى وتتخذ منهم دروعا بشرية لمواصلة تواجدهم في هذه المديرية وما تبقى من قناصة التابعين للميليشيا. الأستاذ توفيق الشعبي مساء الخير. أستاذ توفيق، طيب إذن إلى أن يجهز الأستاذ توفيق الشعبي من تعز، نذهب لفاصل قصير ومن ثم نكمل النقاش، ابقوا معنا. حياكم الله مشاهدينا الكرام، عدنا معكم من جديد في هذه الحلقة التي خصصناها عن أوضاع المدنيين في مديرية المخا وفي مناطق الصراع وكيف يمكن إغاثتهم. معنا الآن من القاهرة نبيل عبد الحفيظ، وكيل وزارة حقوق الإنسان. مساء الخير أستاذ نبيل. مساء النور، أهلا ومرحبا بك أستاذ نبيل. في البداية، كيف تابعت بيان الأمم المتحدة؟ هل هو بمستوى ما يتعرض له المدنيون في مديرية المخا والحصار الذي تفرضه الميليشيا عليهم؟ رغم كل ما نتحفظ عنه في تقارير الأمم المتحدة أحيانا، إلا أننا نستبشر خيرا بأي تقرير يكون عند مستوى الحدث من حيث الحالة الإنسانية وما يتم على الأرض. طبعا ما حدث في المخا أصلا من الصعب أن يتجاوزه أي تقرير حقوقي، أن تصل الأمور بهذه العصابة الإجرامية، أن تصل الأمور أن تستخدم المدنيين كدروع بشرية، فكان من الصعب على هيئة من هيئات الأمم المتحدة أن تتجاوز ذلك في أي تقرير لها. وبالتالي نحن نقول أن هذا، أن ما حدث في المخا هو غيب من فيض، وهو أيضا يأتي في إطار عمل منهجي ومتسلسل لهؤلاء لعملية إجرامية ممكن أن يتم فيها كل ما لا يتوقعه أي إنسان. نعم أستاذ نبيل، ربما المدنيون الآن في مديرية المخا وضع إنساني صعب للغاية، الميليشيا تطالبهم بعدم مغادرة منازلهم، الحكومة الشرعية والتحالف يطالبهم بمغادرة منازلهم،
إذن ما هو الحل لهؤلاء المدنيين؟ الآن القوات الحكومية والتحالف يعني يقومون بكل ما يستطيعون القيام به للحفاظ على أرواح الناس. العملية هي الآن عملية تطهير، وفي المناطق التي تطهرت في هذا الإطار خرج الناس يحتفلون بوصول القوات الحكومية إليهم. هم كانوا يعانون معاناة شديدة جدا من وجود هذه الميليشيات التي استلبتهم حتى أقواتهم، وبالتالي نحن يعني نحاول عبر القوات الشرعية والتحالف العربي أن نؤمن هؤلاء بقدر ما نستطيع. نعم، أستاذ نبيل تكرم بالبقاء معي، نشرك معنا بالحديث من محافظة تعز المحامي توفيق الشعبي. أستاذ توفيق مساء الخير. يا مساء النور. كيف يمكن قراءة بيان الأمم المتحدة أستاذ توفيق؟ هل هو تحول في مواقف الأمم المتحدة بتسمية من يتسبب بأي جرائم إنسانية تطال المدنيين؟ أنا أستغرب أولا أنه نتحدث أنه عن تحول أو ما تحول، هذا واجب على الأمم المتحدة، كان يجب أن تكون قائمة بهذا الأمر ومراقبة له ومتابعة وتحدد أولا بأول من هو المنتهك أو من مرتكبي الانتهاكات أو من هم معرقلي الحل السلمي أو التوافق السلمي لإيقاف الحرب في اليمن. يعني ليس منا أو ليس إشادة أو ليس شيء، هذا احنا نعد بأنه هذا تقصير وهو تأخر كبير جدا من قبل الأمم المتحدة، كون المدنيين اكتووا بنار بنار القصف والقنص والحصار في أكثر من محافظة، في تعز، في المخا، في الحديدة، ولكن ربما دعني أن أقول بكل صراحة أني لا أتفائل كثيرا بهذا البيان أو بهذا البلاغ، كون البيان تحدث بلغة أكثر من دبلوماسية ويريد أن يوضح أن هناك قتال كثيف أدى إلى تعرض المدنيين لأضرار كبيرة. نعم، لكنه ستوفيق ستوفيق لكنه سمى بأن الميليشيا تتحمل المسؤولية بعدم السماح للمدنيين في هذه المناطق بالمغادرة أو تقديم الدعم لهم وفتح طرق آمنة لهم. بيانات من الأمم المتحدة بقدر ما نريد خطوات وعلى الواقع تعمل على ملاحقة مرتكبي هذه الانتهاكات المستمرة منذ سنتين بحق المدنيين في اليمن بشكل كامل، في محافظة تعز بشكل خاص الذي ما زالت تخضع للحصار وإغلاق منافذها الشرقي والغربي حتى اليوم، إضافة إلى ما يحدث في المخا من جرائم ومن انتهاكات بحق المدنيين تتمثل بالتمركز أوسط الأحياء المدنية ووضع المدنيين والمنشآت المدنية كمراكز حربية لانطلاق العمليات المسلحة والهجمات، الأمر الذي يترتب عليه إلحاق الضرر الجسيم وتعطيل استخدام هذه المرافق، بالإضافة إلى التمترس وأوساط الأحياء المدنية والسكان المدنيين، الأمر لا. الذي يجعلهم عرضة للخطر. نعم، لابد من خطوات حقيقية تجسد حماية المدنيين، تجسد الحماية الحقيقية للمدنيين. كيف يمكن أستاذ توفيق تجنيب المدنيين هذه المأساة التي تمر بهم حاليا؟ من المعني بالدرجة الأولى للتخفيف عن معاناة هؤلاء المحاصرون الآن في مديرية المخا؟ نحن نقول بأنه على الحكومة الشرعية ابتداءا وقوات الجيش والقوات المسلحه اليمنيه ودول التحالف العربي ان تبذل ما بالجهود السريعه والتي تكفل اخراج المدنيين من هذه الحصار وحمايتهم وتوفير الحمايه اللازمه وامدادهم بما يحتاجونه، وخاصه ان منطقه المخا من معروف انها من اكثر المناطق فقرا واحتياجا، إضافة إلى هشاشة المباني التي يسكنونها وبكون أغلبهم يسكنون في عشش ومباني بسيطة، وهي منطقة صحراوية تكاد أن تكون معزولة نوعا ما عن المناطق المجاورة سواء باتجاه
مديرية الوازعية والتي تخضع لسيطرة الحوثيين، نعم، أو باتجاه الخوخة التي تخضع لسيطرة الحوثيين. كذلك نحن نطالب المنظمات الدولية، كذلك اللجنة الدولية للصليب، ونطالب الممثل الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن بالتحرك السريع والنزول الفوري إلى هذه المناطق، لعل ذلك يخفف أو يوفر نوع من الحماية بوجودهم على الميدان، نعم، والرفع أولا بأول إلى مجلس الأمن بمرتكبي هذه الانتهاكات، نعم، والخروقات، نعم، المدنيين. نعم أستاذ نبيل عبد الحفيظ، كما تعلم ويعلم المشاهد الكريم، الميليشيا لا تأبه لحال هؤلاء المحاصرين الآن في المخاء، وما يريدونه هو اتخاذ منهم دروع بشرية، لكن الآن الحق الإنساني الذي تكفله كل الدساتير والقوانين وأيضا الحكومة الشرعية التي أتت إلى هذه المناطق لتحريرها ودعم المدنيين وتخفيف عنهم، ما هو الواجب الآن عليهم وعليكم أنتم أيضا، أنت في وزارة حقوق الإنسان كجهة رسمية، من أجل عمل عاجل وسريع لتخفيف معاناة هؤلاء المحاصرين الآن في المخاء؟ نحن بالتأكيد نشد على أيدي إخواننا في القوات المسلحة اليمنية وقوات التحالف العربي على أن يبذلوا كل ما يستطيعونه من أجل الحفاظ على أرواح المدنيين، ونحن لدينا ثقة تامة في هذا الجانب، بالإضافة إلى أننا ندعو في هذه اللحظة أن من هيئات الأمم المتحدة أن تنتقل من لغة القلق والشجب والاستنكار لهذه الأعمال إلى مواقف جادة وفاعلة بتسمية هذه الجماعة كجماعة إرهابية، والعمل على تفعيل قرار مجلس الأمن بشكل رسمي عبر تحالف دولي لإنهاء هذا الوضع الذي يحدث اليوم، لأن هؤلاء يجب إيقافهم بأي شكل كان. نعم أستاذ نبيل، إلى جانب الآن الحصار الذي تفرضها الميليشيا على المدنيين في مديرية المخاء، أيضا ربما هناك أيضا المواطنون يشتكون من بعض الضربات الخاطئة، كان يعني اليوم ربما سقطت أسرة كاملة بضربة لطيران التحالف العربي خاطئة، وتوفيت الأسرة بأكملها، كيف يمكن عمل اللازم من قبل الحكومة الشرعية، من قبل التحالف العربي، على الأقل تجنيب المدنيين هذه يعني الأخطاء التي ربما لا تختلف عن الحصار والجرائم التي تقوم بها الميليشيا؟ أخي العزيز، في المعارك الحربية وخصوصا باستخدام سلاح الطيران تحدث أخطاء من هذا النوع، وكل ما نطالب به دائما أولا الإقرار بأي خطأ يتم والعمل على معالجته بكافة الوسائل من خلال معرفة كيف تم هذا الخطأ ومن المتسبب في إعطاء إحداثيات خاطئة، وكيف تواجد هؤلاء المدنيين في مكان يفترض أن يكون مكان لضربة جوية عسكرية قانونية. نعم أشكرك جزيل الشكر وكيل وزارة حقوق الإنسان الأستاذ نبيل عبد الحفيظ، كنت معنا عبر الهاتف من القاهرة. عودة أخيرة إلى الأستاذ توفيق الشعبي المحامي من محافظة تعز. أستاذ توفيق، سؤال أخير، التوصيف القانوني لمن يستخدمون المدنيين دروعا بشرية كما تقوم بها الميليشيا الآن في المخاء؟ أولا دعني أقول بأنه بما يتعلق بخصوص التوصيف المدني لاستخدام المدنيين هذه جريمة حرب ومن الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني وقواعد القانون الدولي الإنساني العرفية التي تحظر نهائيا استخدام المدنيين أو التمركز أو داخل الأحياء المدنية أو المنشآت المدنية أو الأعيان المدنية أو الأحياء السكانية واتخاذها مراكز عسكرية أو مراكز انطلاق حربية، وبالتالي أي طرف كان يستخدم الأحياء المدنية كمناطق تمركز للقتال يعتبر مرتكب جريمة من جرائم الحرب التي يعاقب عليها القانون الدولي الإنساني. فيما يتعلق في قصف الطائرات أو أخطاء الطائرات، نحن نقول بأن هنا يجب قواعد القانون الدولي الإنساني وضعت قواعد معينة وخطوات وإجراءات معينة توجب على أطراف النزاع أو على أي طرف كان في النزاع أن يولي عناية فائقة وأن يتخذ كل الاحتياطات اللازمة والتدابير التي تكفل عدم إصابة المدنيين أو إجراء المدنيين، والتمييز بين الأهداف العيان المدنية والأهداف العسكرية، وأن يميز وأن يكون الهجوم متناسبا مع
ما نوعية المقذوف أو الهجمة وما نعم. سيحققه على المستوى العسكري، وبالتالي هذه جرائم حرب. نحن نقول على اللجنة الوطنية للانتهاكات للتحقيق في إدعاءات انتهاكات حقوق الإنسان أن تحقق وأن تشرع بالتحقيق في مثل هذه الانتهاكات ومثل هذه الوقائع من أي طرف كان، وأن تبذل قيادة المشتركة أو غرفة العمليات المشتركة جهدا كبيرا جدا في وضع الاحتياطات اللازمة والتدابير التي تكفل عدم تعرض المدنيين لمثل هذه الهجمات التي تودي بحياة الكثير من الأسر، وهذه كذلك إذا ثبت أنه لم يراعى الاحتياطات والتدابير اللازمة يمكن أن تكون جريمة حرب ويتحمل مسؤوليتها الطرف الذي قام بها والطرف المتسبب بهذه الجريمة المتمركز داخل هذه الأحياء. المحامي توفيق الشعبي كنت معنا عبر الهاتف من محافظة تعز، شكرا جزيلا لك. الشكر أيضا لمعالي وزير الإدارة المحلية رئيس لجنة الإغاثة الأستاذ عبد الرقيب فتح، والشكر أيضا لوكيل وزارة حقوق الإنسان نبيل عبد الحفيظ، كما هي الشكر أيضا للأخ عدنان حزام مسؤول الصليب الأحمر كان معنا عبر الهاتف من صنعاء. في ختام الحلقة تقبلوا تحايا معد هذه الحلقة زميل ماهر أبو المجد، وهي لكم مني حتى الملتقى بحلقات جديدة من زاوية الحدث. حفظكم الله والوطن، السلام عليكم.